تتبيله السمك المقلي عايز اتكلم عنها بكل بساطه، واللي اهم من السمك المقلي الزيت اللي هيتقلي فيه. لو بصينا كده مع بعض، انا بحب احمر في زيت كتير. هتقول لي ليه؟ اقول لك هو تحمير كده، يعني لما اجي احمر حب بطاطس غالبا نفس الزيت ده يا سيدي. لا اقول لك والله، طب خلينا نروح لابسط مثال على اي ست ولا اي راجل بيحمر بطاطس في اي مكان في اي مطعم هتلاقي زيت كتير. ليه؟ عشان الحاجه تاخد غوص تطلع، يعني هي طبيعي كده. الزيت القليل بيحكم الحاجه، ووارد ما يسخنش زي ما احنا عايزين، وارد يفك ما بعرفش نلم الدنيا في قلب التحمير. طيب نعمل ايه يا شيف؟ وليه وقفت عند الزيت دلوقتي؟ اكيد مش مفيش وصفه للزيت يعني، ولكن لما حضرتك تيجي تحمري سمك او فراخ بانيه او اي حاجه، في بعض الناس عندها ثقافه علي النار فيعلى فيسخن فاجي احمر الحاجه تغمق ما استوتش من جوه. وفي ناس لما تيجي تحمر الحاجه بيبقى الزيت تمام، بس اول ما ننزل بالحاجه بتاعتنا فتفك مننا. وفي ناس تقول لك لما اجي احمر البطاطس الجاهزه بتنفش بسرعه وما بتستويش. ايه الحكايه؟ الحكايه ابسط مما يكون، وهي هي تدريج التسويه. طب وضح لي يا شيف واحده واحده. سيبكم من فكره البوتاجاز الكهرباء، ممكن يكون مش كل الناس عندها بوتاجاز كهرباء، انا ما عنديش بوتاجاز كهرباء في البيت عادي يعني. عندنا البوتاجاز العادي الغاز. اجي اعمل ايه؟ اول ما احط الزيت اقوم ايه؟ بالتدريج، يعني لو انا عندي 10 درجات من 1 لحد 10 ببدا الاول 3 6 9 او 10 وراح رجع تاني على 3، يبقى انا سخنت الزيت. اجي ابص كده لو حضراتكم شايفين جوه الزيت اللي بيحصل، في حاجات بتتحرك كده، الزيت بيستوي بيسخن، فاجي اكون جاهز كده على التحمير. معلش تفاصيلي زياده عن اللزوم، ولكن هي الحكايه هنا ان دي المطب اللي بعض الناس بيقع فيه. والناحيه الثانيه، اما اجي اتبل سمك هيتقلي اتجنب اي حاجه فيها دهون. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما احطش زيت في التتبيله او انواع زبده او مستارده. بتفرق؟ اه بتفرق. كنت بصور في الاسبوع اللي فات، فاتصادفت ان انا واقف مع شيف سمك شاطر، فلقيته بيعمل التركيبه دي وبيحمر وبيطلع حلو. قلت له بتعمل ايه بقى؟ يعني ازاي حضراتكم بتحطوا مستردة مثلا في التتبيلة وبتطلع كريسبي؟ قال لي بنجبس السمكة. يعني ايه؟ هوريكم بيجبسها ازاي، يعني هقول لكم اللي انا شفته بعناية. والفكرة بتبقى التجبيسة والهدف ان بيقفل السمكاية، يعني بيقفلها من هنا من الفتحة دي، يعني بيحشي كده وهوريها لكم حالا. طيب تعالى نعمل تتبيلة للسمك سريعة ونشوف هنعمل ايه. بسم الله، حبة شبت صغيرين جدا مش كتير، سن الكزبره، توم من غير زيت، تمام، حبه ليمون فريش، مش هحط خل خلاص، حبه ملح، حبه فلفل، سن بهار سمك حلو، وحبه شطه بوصات، كزبره انا احب احط كزبره، حبه كمون. حلو الكلام لحد كده، تتبيله ما فيهاش اي افتكاسه. هقلبهم تتبيله حلوه، اقلب التتبيله دي حلو كويس اهي. تمام؟ وهاجي اجيب السمك ده كله وكل سمكه من دول افتحها يعني من الجنب من الظهر اللي احنا عايزينه اهو كده. خلي الفتحه اللي هي الطبيعي بتاعت امهاتنا اللي تربينا عليها اهي. وش وظهر. بتفرق في ايه يا شيف؟ والله ما بتفرقش في حاجه كتير، كل واحد وطريقته، ولكن انا بتكلم في حته ايه؟ ان التتبيله تخش جوه السمكيه ما يبقاش بس ايه؟ شكله وخلاص. واحد غيري يقول لك لا طب ما تسيبها كده زي ما هي، اقول لك طب تمام، يعني تتبيلتك هتبقى نص مش قوي يعني. اجيب عندي التتبيله الحلوه دي، قبل ما اشتغل في التتبيله اكون عندي ايه؟ جايب عندي كوبايتين دقيق حلوين ومبعطرهم في قلب طبق كبير. اهو. واجي اتبل السمكيه كده. اهو. بالشكل ده. مش بكتر التتبيله، ليه يا شيف؟ السمك يحب التتبيله، يقول لك المحمر لا. المحمر لو خد تتبيله كتير، اولا هيخلي الزيت مش نظيف. ثانيا هيضيع طعم السمكه. ثالثا هيفك من الدقيق لان التتبيله هتبقى زياده، فاحنا بنزود سيكه الليمون وحبه البهار، فبنتبل السمكايه زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه. حكايتك في ايه في التتبيله؟ وليه بتحط ليمون؟ عشان الزفاره. ليه بتحط ملح وشطه وبهارات؟ عشان التتبيله. كتير
خليك في الوسط ولا كتير ولا قليل. هعمل كده بالمرة، حاضر اخلص ده وطلعكم فاصل. وطلع بقى ان حكاية السمك كل واحد، مش كل محافظة، كل واحد ليه طريقة. هتشوفوا ان شاء الله حاجات في الفترة اللي جاية ان شاء الله تعجب حضراتكم بإذن الله. ولكن يعني انا بتفاجئ كل ما انزل اشتغل او اصور في مكان او اروح في حتة او في محافظة او في مكان، الاقي الاكل حلو في كل مكان ولكن الطرق مختلفة. فهنا بقى ثقافة الاكل وثقافة كل واحد بيعملها ازاي. طيب خلاص كده الدقيقة اهو زي ما حضراتكم شايفين، شوف هاجي راح قالب كل سمكية مطرحها اهو كده اهو. معلش ممكن نطول الفاصل ده سيكا وهناخده من اللي جاي، ممكن عشان بس ايه البرجر خايف ما ياخدش وقته. هنا خلاص كده الدقيق تمام. طيب بيجبسها ازاي بقى يا شيف المصطلح اللي انت قلته؟ هقول لكم حالا. ادي طبق، والطبق ده فيه حبه ميه كده، بيروح عامل ايه اهو شوف كده تمام، بيروح عامل كده هنا، ويروح جاي عامل تاني كده، ويروح عامل بايده كده اهو شوف عمل ايه تاني اهو. احنا تمام بيعمل كده هنا اهو، وراح رجع تاني على الدقيق، وراح بايده كامل كده اهو تاني. الحاجات دي مهمه نتكلم عنها، خدوا بالكم اهو كده، ويروح عامل كده اهو. لا وشيف اسكندراني قوي كمان يعني، اللي علمني الحركه دي او اللي ورهاني اهو كده، يقول لي ولا تتبيله تطلع بره ولا جوه اهو. شوف على التحمير على وضعها بقى، الحاجات دي مهم جدا ابقى محرقكم فيها. وهي دي انا شايف من وجهه نظري شغلانتي، يعني انا ادور على الحاجات اللي ممكن انا ما عنديش خلفيه بيها، او حضراتكم نجيبها لحضراتكم بشكل يكون لطيف، وهو ده المطلوب. طيب شايف هتحمر على طول؟ اقول لك لا، هما بيحمروا على طول، ولكن انا شايف ان لا، اصبر سيكا في الثلاجه، فالحاجه تتشمع شويه مطرح ايدي والتقليب والحكايه والروايه، فبالتالي لا بيبقى الحاجه واخده حقها. هنا احنا خلاص خلصنا ده التقليدي، في حاجه اخترعتها كده شويه وان شاء الله تعجب حضراتكم كالعاده. ان انا بعمل ايه؟ بجيب عندي حبه البركه والسمسم بتاعنا، باجي راح بالل ديل السمكه ومغطسه في السمسم، وبالل حته السمكه من قدام راس السمكه وعملها كده بالايه؟ حبه البركه. بص المنظر على القطعه عامل ازاي؟ تاني دي يعني انا عملتها كده والحمد، عملتها اول مره في السمك المكرونه وعجبت ناس كتير جدا، فنكمل فيها والحمد لله بقى لنا سنين برضو يعني الموضوع لطيف، ومبسوط جدا لما بروح مطعم اللي عاملها يقول لي بتاعتك، فببقى مبسوط جدا اهو. بتخلي شكل السمكه معاكي مختلفه وهو ده المطلوب. سريعا بقى قبل ما اطلع الفاصل، عشان البرجر بياخد مني وقت شويه، فانا عايز حتى اضربه في الكبه ونطلع على طول. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ربع كيلو من السمك المشكل، دول زي ما هم كده التلاجه زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالقطاعه كله يتشمعوا شويه على ما الزيت يكمل تسويته، فنبقى في الجاهز ان شاء الله. نلم كده ايه كل الحركات دي بقى، الزيت اخباره ايه تمام، نبدا نحمر واحنا شغالين واحده واحده. بسم الله. بعد ما عملنا السمك زي ما حضراتكم شايفين وجبسنا التجبيسه اللي اتكلمنا عنها، قفلنا بيه بطن السمكيه وعملناه بسنه ميه وادينا سمسم وحبه البركه وسوينا الزيت، هنا ما عندناش بقى خلاص حاجه غير نبدا نحمر واحده واحده ان شاء الله. واحنا بنحمر هنجهز ان شاء الله الطبق اللي بعده. بس قبل ما نحمر البرجريه دي ما ينفعش سمكه كتير، بصوا بعمل ايه على طول ما استناش. بسم الله. بص بقى ازاي اهو اللون خلاص يعني برضو عشان ما نقفرش. واجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اجرب واحده كده الاول، الله اكبر، والثانيه ابعد عنها شويه، والثالثه عكسها كده اهو اهو، وما رصش كتير، سيب دور الرصه الجايه مش مستعجل عنها. هتطلع في ايه؟ هطلع عندي في مصفى، او الاحلى والاحلى بقى كمان غير المصفى، شوف بقى ما اعمل كده ورق الزبده هنا كده وضع تاني اهو
ابص بص قبل ما اروح على البرجر، احنا ايه الاخبار هنا؟ زيتنا تمام، شوف المنظر. طب ايه اللي عرفني زيت تمام؟ ان انا حاجتي ما اتحرقتش مني، واخده حقها في التسويه، اسيبها شويه ونرجع لها كمان شويه. كلام تاني، شايفين منظر الصينيه بقى الطاجن ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الطاجن ده، عايز يعني نشوف، تعالى نغرف الاول ده بالمره عشان نبقى قافلين بالصينيه بالطاجن ده اخر حاجه. ادي السمك، بص منظر السمك عامل ازاي في ايدي. فاكرين التكبيسه دي؟ اهي بص التكبيسه، فين الحشو اللي كنا عم نتكلم عليه؟ بص منظر السمك عامل ازاي. شوف حاجه يعني ده في البيت، مش بقول لكم تعملوه شارينه من مطعم ولا من فندق ولا حاجه، بالعكس ست البيت تعرف تطبخ احلى من 100 شيف واحلى من 100 مطعم من قبل ما يطلعوا الشيفات على التلفزيونات. وستات البيوت بتعمل اكل كويس، دي معلومه جريئه شويه، اه واضحه وكلنا عارفين ده كويس قوي. فالمقصود ان حضرتك عندك حاجه مش عند حد، نفس البيت. فده بقى النهارده الناس بتدور عليه، مش بتدور على اكل المطاعم. والله صدقوني بقولكم الصراحه،